السلام عليكم مرحبا بكم فيديو اخرى مع اخوكم شات بقال ان ذا هاوس. اليوم غادي نتمسكوا البقال سو غادي نحكموا على السي بقال كي داير الديسك هذا. قريت دي كومونتير انا يا بنادم كل واش كيقول واخا هو في القناه ديالو لي كومونتير بوزيتيف مي في بلايص اخرين كاين اللي كيقول انه كيستعمل الفري ستايلات اللي كان كيضرب كيعاود يحطهم والتويشيات. انا صراحه ما كنتش مزك لي فري ستايل ديالو بزاف ما غنشوفو صراحه. المهم الى دوينا على الديسك الاول ما درتش لي الرياكشن ديسك الاول ديالو ما كان زوين صراحه كان زوين هذاك عرفت هذاك كنت سمعته في فري ستايل وعاود سمعته في هذيك ديسك زوين اون جينيرال سبيسيالمون الكليب كان واعر كان زوين وكل شيء سو غنشوفو هذا كي داير سانسيرمون جي اوكين ايدي باقي ما سمعتوش ما غنشوفو كيفاش داير حافظ الله غنشوفو واش جوج دقائق و26 جيسبر كو الدراري ما كيستعملوش غير الفري ستايلات ديالهم بو فغي باسكو واخا هكاك دابا ولات عندك بلاصه فهمتي ماشي بنادم يلاه حنت كلو وزهرو في الدنيا هادي وكلو كيفاش امتى كيكتب ليه الله وامتى كتولي القضيه مقاده هما هادو جات الفرصه انهم بانوا مع المبوق وطلعوا زهرهم هذاك فهمتي وكاين ناس اخرين اللي واقيلا راه شحال هما كيديروا الراب وباقي ما عارفهم حتى واحد ولا شين عنده 20000 وهادي سو خاصهم ملي يوصلوا لهاد القضيه هادي بنادم فهمتي ديك اللعيبه تبين بانك راك كتسال هاد المكان هذا واش اللي غنشوفو نشوفو غنحكموا على هاد الديسك درار لي بوب قديري صورة واعرة ديال كازا جميلة طلع لي طالع بحال هكا من الجامع تما صافا الديسك بلي قرب يسالي باقي ما سمعتش والو نعاودو شويه البارتي الاولى هادي نعاودو كلشي واخا بلي الديسك قرب لا جوشي رقيت على انا نعاودو نعاودو كي قلبي كي نانا طريفك حلا تحية لنانا اللاعب الوحيد في العالم اللي ضرب سيزو بجوج رجلين ملاصقين بحال هكا وبقى حي حفيظ الله اقول الحفيظ الله الناس اللي خدموا مع البروجي كما كنقولوا ديما تحيه للناس اللي كاينين في الخفاء تحيه للناس موالين البروجي اللي كاينين حتى هما باسكو كنشوفوا حنا غير رابر ولا الناس اللي كيبان لنا في الكليب سو تحيه لهاد الناس هادو اللي كيديروا خدمه في الخفاء وكيخليو ان دي بروجي يخرجوا مقيم بحال هكايا الوغ حفيظ الله بقال صراحه كومباري مع الديسك الاول ناقص على الديسك الاول بزاف باش صراحه فهمتي ما نهبطوش وما نطلعوش ما نصبغوش وما حتى شي لعيبه نقولوا صراحه الديسك موسيقيا ما بيش موسيقيا زوين فهمتي كتمزك وهادشي غير هو حنا ديك موسيقيين خاصنا نزيدو معاه كلمات خاصنا نزيدو شحال من حاجه الديسك يبان خاوي فهمتي خاوي الديسك ديجا 2 دقائق و 26 في واحد الرفران الحافظ الله كتبقى تعاود بزاف وشويه ديال الكلمات ديال ران اللي غنكميو البيره وهادي وتوشيات سو فهمتي فيه شويه ديال التير ميلونجي مع شويه ديال الايغو تريب مي حتى شي حاجه اللي كتقنع ولا شي حاجه اللي فريمون اللي فريمون تجذب وتقول ديسك واعر ولا هارب بزاف موسيقيا
يدوز غابيدمون يدوز اي جو بونس فريمون دار هادو لي فري ستايل واقيلا اللي كان كيدير ولا شي حاجه ماليناش ندو على الكليب تا هو الكليب جو بونس احسن حاجه بانت لي انا كانت هي الكليب صراحه الكليب لي بريز دو في الكاميرا كتحرك لي زيفي كانوا زويونين اونكور اون فوا ما كانتش شي حاجه اللي جديده علاش نطاري ولكن غير لي بتيت زيده ديال الكاميرا كي كتشد شحال من حاجه ايزون دوني دو ليفي هذا ما كان كنتمنى يخرجوا من هاد فهمتي كيما قلت في الاول بنادم ولا عنده ان ستاتيو دابا لا شين ديالك ضربه 187000 خويا بوقال فهمتي باش المهم انا كندوي بالصراحه الا تفرج في هذا الفيديو بوقال ولا لي فان ديال بوقال بالنسبه لكلكان اللي دغيا لصق 187000 راه كاينين في المغرب اللي دابا بداو بداو الراب وقيلا من 2006 ولا شي لعيبه ولا شين ديالهم باقا ما بومباتش 100000 باقين عاصرين في 60000 وماشي خايبين بنادم مزيان وما الوغ ملي كتوصل لهاد 187000 عرف بانك راه فهمتي عاوناتك الوقت حيت هو كاين اللي كتجي فرصه كيتحلي واحد الباب كيدخل كيكون عنده كيبين بحال انت جاب واحد الباب تحل بينتي دابا خاصك تبقى غادي كتبين ما تهرش هادشي ما ترجعش باللور حيت هادشي راه كيتبنى وكيقد يتريب دغيا فو بروند لو طون بنادم يجلس بنادم يفكر في الموسيقى هادي كيف ما خديتو الوقت فكرتو في هاد لي فري ستايل خدو الوقت تفكرو في الموسيقى باسكو دابا عندكم دي فان اللي كيوثقوا فيكم اللي كيتسناو منكم وانتوما لا نوفيل جينيراسيون انتوما اللي كنتسناو منكم شحال جديده مي صراحه هذا ما فهمتي ديسك عادي ديال تصنت ليه مره وداز انا عاودت نقد نخدمو ابار فهمتي ديك اللعيبه تاع غادي في الطوموبيله ومزيكا طلقات وهذا غير هاد واني ديسك اللي غنبغي نديرو فودني نقول ديك اجي نعاود نتصنت داك الديسك و نو ما عمره ما غيكون هذا امبوسيبل يكون حفظ الله اي فرق كبير الديسك الاول كان نيفو طالع واخا حتى هو كان غير الفري ستايل ولكن كان عامر اصاحبي كان عامر الديسك كان فيه فهمتي هذا دغيا باش بدا باش ساله باش غادي هذا ما كان موسيقيا زوين موسيقيا لانستروي داكشي باش خدام واست الخدمه ديال واست نقيه ولكن ما تبقى الكلمات وهذا الشيء فارغ 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 الديسك اخويا بوقال و فهمتي نتوما اللي غتاخذوا المشعل عطيو للدراري شي حاجه مزيانه قلبوا خدموا ديروا شي لعيبات كما قلت راه جاتكم فرصه اللي ما تعطاش لبزاف ديال الناس وقدام في الدومين وشحال هما وما عطاشهمش هاد الفرصة ثم تهرسوهاش بحال هكا على اين بون كوراج بوغ لو غيست فهمتي بوقال ديجا كيبين بان عنده المستوى باش يدير احسن غير خاص بنادم ما يطيحش داك فهمتي بنادم ما يبغيش يخدم ويبدا يعكاز ولا شي حاجة خدموا خذوا الوقت وتسناو حتى تخرجوا بروجيات بعقلهم ما تخرجوش غير تخرجوا بزاف داكشي دابا باسكو دابا نتوما كتبصموا على لا مارك ديالكم كتعطي السينياتور ديال كابوقال كدات بين من ها الخدمه ديالها الخدمه ديالي سو الا كان الديسك الجاي غيكون بحال هكا ولا اقل من هكا ولا شي فري ستايل كون على يقين غادي تضرب الكارير ديالك في 0 و 20 وغيمشي كاع هادشي اللي تبنى غادي يمشي هذا ما كان معكم خوكم الشات تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.